أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه حلقة جديدة وصحافة الغد بنستعرض من خلالها أهم الأخبار وعناوين ومنشطات الصحافة المحلية. خلينا نبدأ بأول خبر ونستعرض الأول الأخبار مع بعض. المصري اليوم: إطلاق صندوق مصر السيادي الشهر المقبل. من اليوم السابع مصر تحتل المرتبة الأولى بمعدلات النمو الاقتصادي في المنطقة. تسجيل 593 ألف مواطن في 6 محافظات بالتأمين الصحي الشامل، الخبر من جريدة اليوم السابع. من جريدة الشروق: التخطيط تجهيز 4500 وحدة صناعية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المصري اليوم: عبد العال: لا مجال للتمييز بين الإرهابيين. من نفس الجريدة أيضا: إطلاق مبادرة طالب بلا حقيقة في مدارس الوادي الجديد. عودة مرة أخرى لجريدة الشروق: استقبال حافل في انتظار يد الزمالك بعد الإنجاز الإفريقي. نبدأ بحضراتكم باستعراض تفاصيل الأخبار، وأول خبر كان معنا بيقول: إطلاق صندوق مصر السيادي الشهر المقبل. من مصر اليوم تفاصيل الخبر بتقول: الحكومة بتجهز لإطلاق صندوق مصر السيادي وتفعيل العمل به في غضون شهر نوفمبر المقبل، بعد انتهاء مديره التنفيذي الجديد أيمن سليمان من دراسة ملفاته وإجراءات عدة لقاءات وأيضا مفاوضات إقليمية تتعلق بمساهمات خليجية وعربية في الهيكل المالي. قالت مصادر حكومية إن الحكومة تجهز أيضا لإطلاق حملة إعلامية لتسويق الصندوق بيتخللها تنظيم مؤتمرات صحفية للرئيس التنفيذي الجديد، لافتة إلى أنه من المقرر أن يحضر المدير التنفيذي الجديد للصندوق الاجتماع المقبل للجامعة العربية، ذلك للتعريف الدول الأعضاء بالصندوق وإجراء عدد من المشاورات بشأن المساهمات الخاصة بالهيكل وكذلك المشروعات التي ينوي الصندوق الاستثمار فيها وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص مع بعض أيضا الجهات الحكومية العربية والخليجية. نفس الخبر عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي اجتماع أمس مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق. حضر الاجتماع أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق، أيضا المستشار محمد أبو زيد عضو مجلس الإدارة، واستعرضوا رئيس الوزراء مع الحضور اللي ذكرنا أسمائهم من خلال اجتماع كل الإجراءات المتعلقة بإطلاق الصندوق وكذلك الخطوات اللازمة لتفعيل دور الصندوق كإحدى أبرز صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتستهدف في النهاية تحقيق التنمية المستدامة من خلال صياغة الاستراتيجيات اللازمة لإدارة أصول وأملاك الدولة غير المستغلة وكذلك العمل على تحقيق الاستفادة الكاملة والقصوى منها. خلينا نروح للخبر اللي بعد كده، وهذا الخبر الاقتصادي المهم. الخبر من جريدة اليوم السابع بيقول: مصر بتحتل المرتبة الأولى بمعدلات النمو الاقتصادي في المنطقة. تصدرت مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النمو العالمي. يعني ده في حد ذاته طبعا خبر كويس جدا، إذ ما قارنا كمان مصر
تباطؤ النمو العالمي، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية. وتم استعراض ذلك من خلال انفوجراف نشره بالفعل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. هنقول سريعا أبرز ما جاء في الانفوجراف. احتلال مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو وفقا لأحدث بيانات سنوية ربع سنوية متاحة لهذا العام العام الجاري. طيب خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر وأوضح مع ضفنا من خلال تليفون دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حضرتك متابع معنا الخبر؟ سمعته؟ بالضبط سمعته. تعليق حضرتك يا فندم. طبعا يعني احنا شفنا يعني استمرارا للتقارير الإيجابية اللي بتظهر حق مصر في الفترة الأخيرة، على الرغم من ان حدث انخفاض في النمو العالمي، الا ان مصر كانت حققت معدل نمو 5.7% وهو من اعلى معدلات النمو في المنطقه. وكان في تقرير صدر من شهر تقريبا قال ان مصر تعتبر ثالث معدل نمو في العالم. وايضا على الرغم من ان حصل انخفاض في الاستثمار العالمي، الا ان معدل الاستثمار المتدفق في مصر هو الاعلى افريقيا والثاني عربيا. طبعا يعني ده كله مدعوم ب زيادة الاستثمار وزيادة القاعدة الصناعية وزيادة الإنفاق أو زيادة مشاريع البنية التحتية والمرافق، وأيضا زيادة حجم الصادرات المصرية. كل هذه عوامل ومؤشرات إيجابية طبعا ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدل نمو مصر. يعني مؤشرات الاقتصاد الكلي أغلبها بصفة عامة مستقر وبيحقق مؤشرات إيجابية، سواء معدل التضخم أو معدل البطالة. أيضا شهدنا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري لأعلى معدل في تاريخه. وأيضا حتى لو نظرنا للموازنة العامة نلاقي أن العجز العام، نسبة العجز العام في انخفاض مستمر، يعني وصلت في الموازنة الحالية تقريبا متوقع أنها توصل لها 7.2% بعد ما كانت 8.3% الموازنة اللي فاتت، وكانت وصلت من بضعة سنين كانت 13%. انخفاض عجز الموازنة ده معناه أنه هو على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل انخفاض حجم ديون مصر أو انخفاض نسبة ديون مصر، ارتفاع عائدات السياحة ووصولها لأعلى معدل لها منذ عام 2011. يعني دي أيضا نقطة إيجابية. أيضا يعني تتوقع صندوق النقد الدولي أن السنين القادمة تشهد ارتفاع العائدات السياحة، لأنها ممكن تتوقع يعني يتوقع الصندوق أن عائدات السياحة ممكن تصل السنة الجاية ل 17 مليار دولار. نعم. طب يعني في العرض المعلوماتي اللي أوضحه النهاردة مجلس الوزراء أيضا يعني جاء في بعض التوقعات بتراجع معدل النمو العالمي ل 2.6% يعني عام 2019، مقارنته طبعا بالأعوام السابقة وإن كانت قريبة 2018 و2017. بيرجع تباطؤ النمو العالمي زي ما ذكروا أبرزه توتر التجارة العالمية فضلا عن ضعف الطلب العالمي بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي. هل هذه التوقعات ممكن تؤثر على الاقتصاد المصري ايضا؟ طبعا النمو العالمي يتوقع ان هو منخفض من السنه اللي فاتت. نعم، من قبلها وليس فقط من قبل كده. لكن معدل النمو في مصر ما تاثرش، لان يعني معدل العائد على الاستثمار في مصر مرتفع، وبالتالي مصر يعني بيئه خصبه للاستثمار وللمستثمرين. كمان ان التقارير الايجابيه اللي صدرت في حق مصر دي كلها بتشجع المستثمرين ان هم يستثمروا في مصر. معدل النمو العالمي طبعا انخفض ل 2.6%، ومعدل النمو ايضا في الولايات المتحده تقريبا 3%، ومعدل النمو في اسيا ايضا انخفض نتيجه الحرب التجاريه العالميه وانخفاض الطلب زي ما حضرتك اشرتي. ايضا يعني احنا ممكن نقول ان حتى يعني ان الدول الاوروبيه والدول الاسيويه وصلت لمرحلة التشبع الاقتصادي، وبالتالي يعني أصبح العائد على الاستثمار عندهم غير مجدي إلى حد كبير، ولكن عائد على الاستثمار في أفريقيا بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة مرتفع جدا. مصر عندها أنشطة جديدة كثيرة جدا وعالية العائد على الاستثمار في ظل الاصلاحات اللي قامت بيها الدولة المصرية. كمان يعني حتى من الاصلاحات اللي قامت بيها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، نعم، يعني هي ليس فقط مصر التي تقوم بإصلاح، ولكن الإقليم كله أو أغلب مناطق العالم بتسعى للإصلاحات الاقتصادية. ولكن يبدو يعني أن الاصلاحات اللي قامت بيها مصر هي التي تجذب الاستثمار وهي التي يعني استحوذت على اهتمام ربما يا دكتور ربما عشان كانت يعني في ظروف خاصة.
بالفعل طبعا يعني يمكن مصر مرت بظروف خاصه في السنين اللي فاتت، ولكن يعني هو في النهايه المؤشرات الكليه ايجابيه، وان اللي حصل قبل كده في 2017 من تضخم وارتفاع اسعار وخلافه، طيب طبعا النقطه دي انتهت الى غير عوده. احنا بالظبط شفنا تحسن في في الدولار وبعد ما كان 2018 استقرار في سعر الدولار، نشاهد الان طيب 2019 تحسن في سعر الدولار، الامر اللي خلى ان الصندوق طلب ان هو يعني ايه من قال ان الدولار في 2019 هيشاهد انخفاضات اكبر، لان العوائد من العمله الصعبه والدولاريه مستقره الى حد كبير، سواء عوائد السياحه او الصادرات طب اسمح او لي يا دكتور، تحويلات المصريين للخارج. اسمح لي يا دكتور، يعني حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا في الحالة الاقتصادية اللي بتعيشها مصر، منها ثبات أو استقرار سعر الدولار. عايزة أضيف كمان نزول أو انخفاض سعر الفائدة في البنوك، وأيضا بالأمس فقط تم كمان إعلان عن تراجع معدل التضخم. يعني كلها يعني مؤشرات ربما تكون الاقتصاد سعيد يعني ربما، ولكن دائما يعني تأتي الرياح بما لا تشتهي أو يعني بما لا تحمله هذه التنبؤات. طبعا بالفعل، لكن يعني احنا زي ما شفنا زي ما حضرتك اشرتي ان يعني معدل التضخم منخفض، سعر الفائده ايضا منخفض، واذا كان ارتفع السنه اللي فاتت يعني كنا دائما بنقول يعني وبنعرف المواطنين ان ارتفاع سعر الفائده ده كان بيبقى اجراء مؤقت، الغرض منه هو يمتص الاثار التضخميه، ولكن مجرد ما تم امتصاص الاثار التضخميه والسوق استوعب ايضا وامتص يعني مرحله ارتفاع اسعار المحروقات اللي كانت في بدايه السنه، حتى احنا شفنا ايضا انه مع استقرار اسعار البترول العالمي ابتدت اسعار المحروقات تنخفض، يعني اليه التصعير افريقائي، كل هذه تعتبر مجتمعه عوامل ايجابيه بتساهم في ارتفاع معدل النمو. يعني واذا كان يعني واذا كان انا عايز اقول ان يعني مراحل الاصلاح الاقتصادي دائما بتاخد وقتها وبتاخد مرحلتها بالكامل، وكل كل مراحل وتجارب الاصلاح الاقتصادي في العالم خدت وقتها، أكيد طبعًا. يعني احنا ما بنبص للنتائج بشكل نعم تدريجي. نعم دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، شكرا جزيلا لك. هنروح لخبر لا يقل أهمية طبعا عن الملف الاقتصادي، هو الملف الصحي أو التأمين الصحي. اليوم السابع تفاصيل الخبر، بيمضي قطار التأمين الصحي الشامل قاطعا شهره الرابع من التشغيل التجريبي في محافظة بورسعيد، وبالتزامن مع النجاحات المتحققة على ضفة قناة السويس، انطلقت الخطوات الأولى للعمل في باقي محافظات المرحلة الأولى للمنظومة التي نجحت حتى الآن في تسجيل عشرات الآلاف من المواطنين في 6 محافظات. كشفت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد عن انتظام إجراءات تسجيل المواطنين في 6 محافظات: بورسعيد، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، السويس وجنوب سيناء، وذلك من خلال الوحدات والمراكز الطبية استعدادا لحصول المواطنين على خدمات التأمين الصحي مجانا. بيخضع كل المسجلين بالطبع في المحافظات الجديدة لمسح شامل بغرض التعرف على الحالة الصحية والتاريخ المرضي وتسجيل كل البيانات في الملف الطبي الشخصي ثم الملف العائلي للمنتفع. طيب زي ما يعني 4 شهور وما عدوا بسرعه، لما جيت اقرا الخبر لقيت الخبر يعني 4 شهور يعني عدوا بسرعه جدا على بدء تطبيق منظومه التامين الصحي. في بدايتها كانت محافظه بورسعيد، وبدانا كمان ودخلنا في محافظات ثانيه هي الاقصر واسوان والاسماعيليه والسويس وجنوب سيناء. يمكن المحافظات تحديدا يمكن عشان صغر الحجم او الكثافه السكانيه قليله ربما بتدي فرصه اكبر يعني لوضع تحت السيطره في تطبيق هذه المنظومه الجديده. خلينا نروح لنفس الخبر ولكن من جريدة الجمهورية، حلم الرئيس يتحقق رعاية صحية لائقة للمصريين. تفاصيل الخبر بيقول 250 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحي الشامل سنويا، يعني مبلغ كويس. خلينا نقرا بقى تفاصيل الخبر. بيقول اكد الدكتور محمد معيط وزير الماليه رئيس الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل بان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقدم كل الدعم لانجاح منظومه التامين الصحي الشامل اللي بيمثل نقله حضاريه، ده على لسان طبعا دكتور معيط، وقفزه كبيره في الخدمات الصحيه اللي بتقدمها الدوله للمواطن. قال ايضا معيط في مؤتمر صحفي عقب افتتاح المقر الجديد لهيئه التامين الصحي
الصحي الشامل بمصر الجديدة، يعني دي تفاصيل الخبر، بيقول إن الرئيس لديه إصرار على تحقيق حلم المصريين برعاية صحية شاملة ولائقة. طبعا يعني احنا بنتكلم في 1-2، يعني بداية يعني بداية أساسيات حياة اللي هي المنظومة الصحية، نبدأ بالاهتمام ونبدأ بالمحافظات الصغيرة، ولكن ربما بعد وقت قليل الموضوع بيمتد للمحافظات المختلفة لمصر المحروسة. قال كمان إن الدولة بتجري تعديل تشريع لحل المشكلات اللي واجهت نظام المشاركة التكافلية بفرض 2.5% على إيرادات الشركات يتم تحصيلها. لا ده يبقى خرجنا كده إيه خارج خبرنا الخبر بتاع الخاص بالتأمين الصحي. خلينا نروح لجريدة الشروق وهذا الخبر. التخطيط تجهيز 4500 وحدة صناعية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قالت وزيرة التخطيط إن مصر اليوم لأول مرة بتعمل من خلال خطط تنموية حقيقية، وأنه يتم العمل على خطة طويلة المدى لافتة إلى أن دول العالم لديها رؤية وخطط طويلة المدى لأهداف التنمية المستدامة 2030. أشارت الوزيرة خلال جولة نظمتها وزارة التخطيط والهجرة للمستثمرين المصريين المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع اللي هيعقد إن شاء الله يوم الثلاثاء لإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية والإعلان عن أسعارها، وأيضا طريقة الحجز إلكترونيا من أجل تشجيع المستثمرين. أوضحت أيضا الوزيرة أن مصر لديها رؤية وطنية تتوافق مع الرؤى الأممية، وهي رؤية مصر 2030، وهي الرؤية التي شارك بها الحكومة والقطاع الخاص وأيضا مؤسسات المجتمع المدني، مضيفة حيتم إتاحة حوافز إضافية للمصنعين مثل تقسيط الأراضي الصناعية بنسبة فايدة 7% ودعم القطاع الصناعي. إن كلها أخبار لو جينا ربطنا بها لا تقل طبعا أهمية أو لها دخل بشكل كبير جدا للملف الاقتصادي، يعتبر تكملة للنقطة الاقتصادية اللي توقفنا عندها واتكلمنا فيها مع دكتور كريم. خلينا نروح للخبر اللي بعد كده. المصري اليوم عبد العال لا مجال للتمييز بين الإرهابيين. تفاصيل الخبر بيقول شارك الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في اجتماع الفريق استشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، والذي ينعقد في إطار فعاليات اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد في العاصمة الصربية بلغراد. أشار عبد العال في كلمته أمس إلى أهم نتائج المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مدينة الأقصر خلال الفترة من 26-28 تحت عنوان دور البرلمانيين في مواجهة تحديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات المرتبطة به. طيب خلينا لو اتكلمنا على الإرهاب، طبعا احنا لا نكتفي في هذه الحلقة ولا مجموعة من الحلقات قادمة إذا تحدثنا على الإرهاب، لأن طبعا يعني زي ما احنا شايفين الإرهاب على أرض الواقع يعني مش مخلينا اللي احنا يعني نتوقع أو نتحدث عنه عن طريق الورق أو حتى المؤتمرات. في كل المؤتمرات وفي كل الاجتماعات التحدي الأول لأي حكومة أو أي دولة دلوقتي بيكون في المرتبة الأولى هو عن الإرهاب الذي تفشى في معظم الدول ويبدأ بعمليات قاتلة في كل الدول زي ما احنا شايفين. طبعا مش عايزة أقول الكلمة المكررة، يعني الدول التي تدور أو موجودة حول مصر وما يدور بداخلها، ولكن يعني هو قال كلمة مهمة جدا دكتور عبد العال، قال لا تمييز بين الإرهابيين. خلينا نتكلم بس عن تفصيل هذه الجزئية أو ترجمتها. أضاف أن التطرف بيحتاج لمعالجة شاملة وترتكز على التصدي للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب مع عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وارتكاب أعمال إرهابية مادية، لأن كلاهما مرتبطان، وهو ده اللي كان يقصد به أنه لا تمييز بين الإرهاب والإرهابيين، يعني اللي بيصرف زي اللي شايل سلاح بالضبط لا يقل كلاهما عن الآخر أهمية ودوره في الإرهاب. خلينا نروح لجريدة المصري اليوم وإطلاق مبادرة، هذا الخبر اللطيف الخفيف، يعني إطلاق مبادرة طالب بلا حقيبة في مدارس الوادي الجديد، يعني بعد نجاح تجربة الزي الموحد لمعلمي الوادي الجديد أطلق قطاع التعليم في المحافظة تنفيذ ثاني مبادراته تحت عنوان طالب بلا حقيبة بهدف القضاء على التكدس الرهيب للكتب والأدوات المدرسية داخل حقيبة الطالب.
قال الدكتور إبراهيم تداوي وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أن هذا النظام معمول به في غالبية الدول الأوروبية. هو مش معمول به في غالبية الدول الأوروبية، هو معمول به في طبعا في المدارس الانترناشونال والمدارس الخاصة داخل جمهورية مصر العربية، يعني مش حاجة جديدة. ولكن الجديد في هذه النقطة تحديدا أن هو بيتم في المدارس الحكومية، وبيتم فين؟ في الوادي الجديد اللي هي محافظة حدودية وفي منطقة بعيدة كل البعد عن المناطق المجاورة للقاهرة الكبرى، يعني نفس سيستم أو نفس نظام المدارس الانترناشونال المدارس الخاصة، ولكن بيتم في المدارس العادية الحكومية اللي هي الطفل ما يشيلش شنطته ورايح كل يوم المدرسة وواجباته يخلصها في المدرسة، وبس في نهاية الأسبوع بيتم العودة بحقائب المدرسة بس الاطلاع طبعا ولي الأمر أو أولياء الأمور بما تم يعني أخذه على مدار الأسبوع. طبعا ده تخفيف عبء كبير جدا على الطالب، الطلاب الصغيرين جدا طبعا احنا بنشوفهم دلوقتي منذ بدء الدراسة وهم شايلين الشنط تقيلة، فده حاجة تسهيل يا ريت يحتذى به في جميع المحافظات وفي كل مكان، ايضا في المدارس العادية مش لازم تكون المدارس الخاصة او الانترناشونال. خلينا نروح لهذا الخبر وختام أخبارنا، هذا الخبر الرياضي من الشروق، استقبال حافل في انتظار يد الزمالك بعد الإنجاز الإفريقي. بينتظر فريق كرة اليد بنادي الزمالك استقبالا ضخما من مجلس الإدارة والجماهير اللي بتحرص دائما على استقبال الفريق من المطار للاحتفال بالإنجازات من اللاعبين بعد الفوز بالنجمة الإفريقية رقم 12 في نهائي بطولة إفريقيا بالرأس الأخضر بنتيجة 31-33. بتصل البعثة في الرابعة من فجر بكرة إن شاء الله، وشهدت البطولة تحقيق الفريق الأبيض للعلامة الكاملة بالفوز في جميع مواجهاته، حيث تأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 18-30. طيب خلينا ناخد أستاذ عصام الحسن رئيس تحرير جريدة الهدف. مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني تعليق حضرتك على هذا الخبر. والله طبعا إن هم ياخدوا البطولة 12 مرة أنا بعتبره ده إعجاز مش إنجاز، وفي ظل الظروف الصعبه اللي هم خاضوا بيها المباراه النهائيه دي، وان هم يكونوا خسرانين بفرق 4 نقط، وان هم يجيبوا 4 تجوال في دقيقتين وفي الوقت الاضافي يحققوا البطوله، ده اعجاز اخر. واعتقد ان يعني فرقه نادي الزمالك للهاندبول سطرت صفحه ذهبيه جديده جدا على كرة اليد في افريقيا وفي العالم العربي وفي مصر. واعتقد برضو ان المجموعه الحاليه من الجيل الحالي لنادي الزمالك لكرة اليد يمكن افضل، ان لم يكن الافضل في تاريخ نادي الزمالك او على المستوى العربي والافريقي على مدار تاريخ اللعبه في القاره السمراء. نعم. واعتقد ان نادي الزمالك ومجلس ادارته يستحق التحيه ان هم صنعوا هذا الجيل واحتفظوا بالفريق ده لسنوات طويلة، وإن هم يترفعوا على عرش الرياضة في 3 مواسم متتالية، ده طبعا برضو أعتقد إنجاز جديد جدا للعبة في بالنسبة للأندية اللي بتشارك في البطولة بصفة مستمرة. نعم. وده يمكن على أساس إن هم يعني وفروا كافة الإمكانات والقدرات سواء البشرية أو المالية لإن هم يصنعوا فريق قوي يشرف مصر ويشرف العالم العربي ويشرف افريقيا. واتمنى طبعا ان هم يستمروا في الانجاز ده او في الاعجاز ده، على اساس ان هم دايما بيمثلونا في الفتره الاخيره او في السنوات الاخيره في بطوله العالم للانديه لكره اليد. طب استاذ عصام، يعني في تقدير حضرتك هل يعني يطفي هذا الخبر الفرحه على جماهير الزمالك بشكل عام؟ لا مش الزمالك بقى، ده الزمالك بصفه خاصه وجماهير مصر بصفه عامه. طبعا اكيد طبعا. مش بيمثل يعني جمهوره الخاص بيمثل مصر. جزء صحيح. مصر. ليس الكل، ولكن الانتصار والبطوله بتشرف مصر كلها، بتشرف كل الجماهير اكيد طبعا بكافه الوانها او طوائفها. فاعتقد ان دي فرحه كبيره جدا، وزي ما انا بقول لحضرتك وبقول تحيه للابطال دول، تحيه للجهاز الفني بتاعهم، تحيه لمجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور اللي واضح جدا انه بيبذل جهد كبير جدا في العطاء، وانه بيوفر كافه الامكانات للفريق ده بصفه خاصه يعني. نعم، استاذ عصام الحسن رئيس تحرير جريده الهدف، شكرا جزيلا لحضرتك.
يعني بهذا الخبر الرياضي بنختتم هذه الحلقة من صحافة الغد. شكرا جزيلا لحضراتكم.